عليك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الغرض. الخريف في يافا والبحر أشهر سينما، بس مش أقدم واحدة، كان اسمها الشرق. سينما شعبية خالص وتعيسة خالص، لكن كنا نحضر بالعيد 3 أفلام بقرشين. هاي طفولتي وبتذكرها بشكل واضح، يعني شايفها. كنا معتمدين على اساس فكرة بتيجي جيوشنا العربية بتحررها وبنرجع منتصرين. كتير كنت بتمنى انه طاهر القليوبي لسه عايش. كان سألته اذا بيعرف ابوه ولا بيعرف جدي او التقى فيهم بيافا